شحال من واحد كيجي يزور صافي ويمشي، كنبقاو شحال من واحد مازال الان على الاتصال تقول عائله. دابا كنتمنى منهم نقول لهم احنا حطينا يجيو عندنا، مرحبا بهم. السلام عليكم. هذه منطقه ايتيكو، المهم كيقول لها تيسي ايتيكو في الطريق ديال القصيبه. احنا حطينا القهوه كيف موالفين الناس اللي كيجيو عندنا، راه عارفين البلاصه واللي ما عارفيناش. المهم راه البرنامج راه غادي يوريكم البلاصه. المهم راه في كيقول لها تيسي ايتيكو الطريق ديال القصيبه في كاينه هذا المقهى. ممكن الحراره هذا العام مرتفعه، ولكن هنا عندنا المهم عاديه الحمد لله، ما كنحسوش بها بزاف. راه الحراره مرتفعه حتى 48 اللي كيقولوا الناس وفي الاخبار. حنا المهم كتهبطي لهاد البلاصه كتلقاي 26 تقريبا 28، ما كايناش. كيجيو عندنا ناس الحمد لله، وكنتمنى الناس اللي جاو عندنا داك العام الاخر احنا دابا حطينا يجيو عندنا. اللي بغى يتصل بينا لحقاش داك العام الاخر درت واحد البرنامج وكيقول لك علاش ما حطيتيش النمره ديالك. انا غادي نحط النمره ديالي من تحت، الرقم ديالي هو 06 11 63 04 55. ها هو الرقم ديالي، انا حطيته اللي بغى يتصل ويزيد المعلومات. شحال من واحد كيجي وكان بالو ما كنباتوش هنايا، دابا اللي شك في داك زعما كنباتو. المهم حنا كنباتو هنايا، واللي هذا يعيط ويزيد ياخذ معلومات اخرين على البلاصه بالضبط فين كاينه. شحال من واحد ما كيعرفش البلاصه فين كاينه بالضبط، ولاني عيطوا في هذا الرقم وغادي نشرحوا لكم البلاصه فين كاينه بالضبط. والحمد لله حنايا راه كل عام كيجيو عندنا الناس من جامع التادلة بني ملال، كيجيو كيعجبهم. اولا كاينه اولا بارده، اولا كاينه الماء لحقاش. شحال كيقول لك اللي جا عندنا كيقول لك راه شحال من عين يبسات. حنا الحمد لله هاد العين مازال ما يبسه ما والو، كما كتشوفوا دابا نوريها لكم الماء فيها مجهد. وكيجيبوا الناس ولادهم كيفضلوا هاد العين هادي اللي هابطه على لابيسين، حيت لابيسين كشحال من واحد كيدي ولادو كيقول لك حنا مرضو ملوت. هاد العين هابطه كتجري يعني ما فيهاش تلوث وداكشي. ان فوا الناس راه كيشربوا منها كاع، وكاين الامان بزاف يعني ما كاينش. راه كيباتوا هنا عندنا العائلات بزاف كيباتوا معنا، حنا اصلا كنباتوا حنا هنايا انا وحنا وولادنا وهذا. كيجيو الناس كيلقاونا حنا اصلا بايتين هنا، كاينين هنا حاطين حنا راه مشرطته. كنجيو كنستقروا هنا، ما كان صافي ما كنرحلو كيفاش حتى شهر 9. كيلقاونا الناس بيتين مع كاين الضو كاين الامل كاين هذا. كيجيو الناس كيباتوا معانا حتى هما، واللي غادي يجي راه ما غاديش يندم وغادي يشوف بعينيه. والمهم حنا بعدا ما كنبقاوش غير كيجيو عندنا الناس من هذا كيرجعوا عائله، كيجيو العام الاخر راه كيجيو خيموا معنا الناس ان فرجعنا عائله. دابا كنتمنى منهم يجيو عندنا يزورونا عاود ويجيو عندنا. اللي جا العام الاخر يجي عندنا مرحبا به. انا وهنا عبد الرحمن من دوار تيسينيتيكو دير القصيبه بني ملال، كنتواجدوا ما بين القصيبه وغرم الالام. كنتواجدوا في واحد العين سميتها الغشيوه ديال ايتيكو. حنا واخا تيقولوا الناس كاينه الحراره حنا ما كنحسوش بها، المياه نقيه وزوينه. الناس بغيناهم يتعرفوا علينا ويجيو عندنا، والتليفون ديالنا غادي نحطوه 06 11 63 04 55. وراه حنا كنعيشوا هنا ما كنحسوش بهذه الحراره اللي كيقولوا الناس، واللي ما عرفناش يتصل بينا نوريوه البلاصه فين كاينين.